النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كومبوت البطاطا الحلوة بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حباب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كومبوت البطاطا الحلوة بطريقة سهلة جدا. المقادير اللي معايا كيلو بطاطا حلوة، 4 معالق كبار سكر، كيس فانيليا، لتر مية. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. أول حاجة هعملها هقشر البطاطا وأقطعها مكعبات. خلاص قشرت البطاطا وقطعتها لمكعبات، مكعبات محملة كده زي ما انتوا شايفين. نبدأ ونسمي. بسم الله. هجيب حلة وهنزل لتر مية، وهنزل 4 معالق كبار سكر أو سكر حسب الرغبة، وكيس فانيليا، وهقلب كويس. خلاص قلبتهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين. هرفعهم على النار. بسم الله. رفعت الحلة على النار، هسيبها لحد ما المية تغلي وبعدين هوريكم هنعمل ايه. خلاص المية بتغلي، هنزل في المية بربع معلقة صغيرة ملح ليمون أو عصير نص ليمونة، وهقلب كويس، وهنزل بالبطاطا. هخلي البطاطا تاخد غلوة واحدة بس في المية، مش عايزاها تتهرى. هنزل بالبطاطا. نزلت بالبطاطا في المية، هسيب البطاطا تاخد غلوة واحدة بس وهطفي عليها، مش عايزاها تتهرى في المية. خلاص البطاطا أخدت غلوة مع المية، هطفي عليها واسيبها تبرد خالص. خلاص الكمبوت برد، هحتفظ بيه في برطمان ازاز، يستحسن اللي هو يكون برطمان ازاز ومعقم، يعني اغسله واعقمه في فرن البوتاجاز. بسم الله. انا هحتفظ بالكمبوت في برطمان ازاز. شايفين الجمال؟ هقفل عليه وهحتفظ بيه في التلاجة، هيعيش معايا 6 شهور واكتر، كل ما هحتاج هاخد منه. اهو يا حبايب قلبي كومبوت البطاطا بعد ما خلص. بصوا شكله جميل ويفتح النفس ازاي. ممكن تاكلوه، طعمه حلو جدا، وممكن تحتفظوا بيه في وقت البطاطا مش موجودة تستخدموه. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل كومبوت البطاطا الحلوة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.